أستاذ أحمد، كنا في جولة الصحف والمنشطات منذ قليل. صحف القاهرة أبرزت حضور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لحفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة وأيضا الحربية، في محاولة منها فيما يبدو لرسم صورة إنسانية ذهنية لدى القارئ. هذا فيما يبدو أنه أيضا يختلف عن الفترة الماضية، وهي فترة إعراض من قبل عبد الفتاح السيسي للاحتكاك بالجمهور. كيف تقيم هذه المنشطات في الصحف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني فكرة محاولة تقديم عبد الفتاح السيسي بالصورة الإنسانية أو بأنه ملتحب بشعبه، يعني إذا كانوا هم يريدوا هذا الأمر، فأعتقد أن جانبهم التوفيق في اختيار المناسبة، لأن المناسبة تخريج دفعة وغيره من كلية الشرطة في ارتباط وثيق ما بين القمع والقهر اللي بيشوفه الشعب المصري على أيدي قوات الشرطة، وبين ان تظهر حاله انسانيه في 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 يعني لو احنا نتكلم بحياد ومنطق او بنفس وجهه النظر او بواقعيه على الاقل او بواقعيه، فطبعا يعني مش دي المناسبه اللي ممكن تقديم فيها شخص بهذا الامر، لانه يعني الحديث نفسه تخريج المناسبه تخريج دفعه وغيره وتكريم وترقيات، فاعتقد ان هي المناسبه فكره استهلال الصحف بهذه العناوين تكاد تكون منطبقة تماما بين الواحدة والأخرى. كيف تقيم الأمر كصحفي أستاذ أحمد؟ لا، ما هو لما نتكلم على الصحافة يا أستاذنا، بص يعني أي ولد داخل كلية صحافة وإعلام في سنة أولى بيبقى فاهم الأسس اللي بتقام عليها الصحافة والنشر والأشياء اللي هي بتتعلق بأصول المهنة، وبنبقى عارفين كده من خلال دراستنا أنه في العهود اللي بتبقى فيها نوع من أنواع الاستبداد والقمع، اصلا لا تملك اصلا انك تختار منشط معين، لانه هو بيؤتى اليك بالامر في محاوله ابراز موضوع معين وتصديره في المنشط الاول او الطيه الاولى او الى غيره. يعني فكره انتقاء المنشط نفسه، يعني اذا افترضنا ان هناك يعني حريه لرئيس التحرير في اختيار موضوعات، وانا اشك في هذا الامر، الا انه اختيار العناوين وخاصه في المناسبات التي يقال عليها قوميه، اعتقد وانا عن نفسي يعني كنت أرأس تحرير، كنت أرأس قسم يعني معين، ولما حتى كنت سكرتير التحرير كان في بعض المناسبات، وكان حتى أيام مبارك كانت بتأتي إلينا تعليمات بأنه ضرورة إبراز الحدث ده في مناسبة معينة، يترك لك اختيار اللون واختيار الطبعة فقط. فأقصد أنه المناسبة ديت أعتقد أن هي أصبحت عادة لدى الصحف المصرية منذ عهد الانقلاب، تزايدت جدا 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 حتى ايام تزايدت، يعني وصلت ربما الى انتقاء الالفاظ او توحيد الفاظ بعينها استاذ. لا، هي الالفاظ موحده فانت من زمان، لانه هي في مصطلحات كثيره جدا دخلت حتى على مستوى العمل الصحفي والمهني. يعني مثلا في كلمات انت وانت صحفي وانت بتكتب انت بتراقب نفسك، بتبقى عارف ان في بعض الالفاظ والمصطلحات انت لا تستطيع الاقتراب منها، لانك انت عندما تستخدم تلك الالفاظ فانت بتغرق في السطحيه جدا، وبتغرق تغرق في مساله ان هو البعد عن الهدف. لكن استخدام الالفاظ اللي احنا بنراها ديت، وكمان بعض التوصيفات السياسيه مثل الحركات الارهابيه ومثل الجماعه الارهابيه ومثل اهل الشر ومثل المؤامره الكونيه اللي بتعرض عليها مصر، وتصدير هذا الامر كله اصبحت لازمه في اي منشطه واي عنوان او اي حتى مقال من المقالات الموالين للسلطه، بتجد ان دايما الاربع خمس ثوابت اللي بيقام عليها الصحافه تحديدا هي يعني اصبحت واحده، وكله بيغرد في خلال هذا الأمر يعني.